أنا بعتقد إنه في عالم السياسة كل شيء وارد، وأصعب الفروض وأصعب السيناريوهات غير قابلة للتحقق، من الممكن أن تتحقق في عالم السياسة. هكذا تعلمنا وهكذا نرى كل يوم يعني مزيدا من التراجعات، مزيدا من البراغماتية، مزيدا من الصفقات السياسية التي يتم وضعها أو إتمامها ما بين القادة والزعماء في عدد من دول العالم. وأنا بعتقد إنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لإتمام مثل هذا اللقاء، وإتمام مثل هذه الصفقة مع الرئيس السوري بشار الأسد. لكل من المتداخلين في هذه الصفقة أهدافه الخاصة. الرئيس التركي لديه انتخابات في صيف هذا العام، تضررت شعبيته في الداخل بشدة، يحاول إعادة يعني إعادة ما تبقى من هذه الشعبية، يحاول أن يفوز بهذه الانتخابات بأي شكل، يحاول أن يكون هناك رضا في الداخل التركي. على الجانب الآخر الرئيس السوري، والكل يعلم ما عانته سوريا من التدخل التركي منذ بداية الأزمة وعدم الاعتراف بالنظام السوري ومحاربته ومساعدة المعارضة والميليشيات والتعدي على الأراضي السورية في الشمال السوري، إلا أنه قد يكون من المفيد من محاولة إعادة بناء شرعية جديدة للرئيس السوري بعد كل ما تضررت شرعيته على مدار السنوات. كل هذه الأمور يعني من الجائز. على الجانب الآخر تحاول روسيا تحقيق أهداف كبيرة في سوريا، محاولة يعني إظهار نفسها على أنها دولة غير معزولة، على أن العقوبات الغربية والأمريكية عليها لم تستطيع أن توقفها عن تحقيق أهدافها في سوريا، محاولة يعني مجابهة النفوذ الأمريكي في المنطقة، محاولة أن تقول للعالم أنها ما زالت قادرة على حماية الحلفاء والأصدقاء وعقد صفقات لإنهاء عدد كبير من الأزمات التي تؤرق المنطقة. كمان الإمارات لها مصلحة كبيرة في تضمين أعمالها ومساعدتها في كيفية إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية بالبناء على الجهود المصرية والجهود الجزائرية والأطراف العربية التي تحاول إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية وإلى عمقه العربي مرة أخرى. دكتور إسماعيل، هكذا صفقة سياسية كيف يتم تطبيقها في ظل الرفض الغربي لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وعدم تطبيق القرارات الأممية والاستمرار في الرفض الغربي لدور سوريا المستقبلي في المنطقة؟ أنا بعتقد أنه بالحديث عن هذه الصفقات بيكون هناك تمهيد في الدوائر المغلقة، في الغرف المغلقة. هناك لقاء ما بين وزيري الدفاع السوري والتركي في روسيا في حضور يعني وزير الدفاع الروسي. هذا يعد تمهيد كبير لمثل هذا اللقاء. كمان أنه يعني المتصور أن هذا اللقاء قد يحل كل الأزمات أو يحل الأزمة السورية برمتها هو واهم. كان هناك ترتيب، يعني دعني أذكر حضرتك والسادة المشاهدين على لقاء تم ما بين الرئيس المصري والرئيس التركي في افتتاح كأس العالم في قطر برعاية قطرية بحتة، كان لها أصداء واسعة على يعني مواقع التواصل الاجتماعي وفي الأصداء الدولية، لأنه الأمور على الأرض لم تتغير كثيرا، وبالتالي قد يكون من الممكن إنجاز هذه الصفقة وهذا اللقاء أو هذه القمة المرتقبة. لكن تبقى المشاكل على الأرض، تبقى سوريا تعاني من يعني مشاكل حقيقية يعلمها القاسي والداني، تبقى تركيا لديها مشاكل داخلية ومشاكل خارجية، وإنما هي قد تكون يعني مسألة أو ورقة يتم الضغط بها لاكتساب شعبية وشرعية سواء في الداخل التركي أو الداخل السوري أو من الأطراف المتداخلة في هذه الأزمة لفترة آنية وزمن مدى قصير. يعني هل يمكن اعتبار الدور الإماراتي الجيد مع كافة الدول لا سيما الخليج ومصر بداية لعودة سوريا إلى جامعة الدول العربية والتقارب مع دول الخليج ومصر مثلا؟ ده حقيقي، لأنه يعني منذ سنتين وهناك جهود إماراتية مصرية حقيقية تبذل في إطار جامعة الدول العربية لمحاولة إعادة النظام السوري أو الدولة السورية إلى عمقها العربي، ومحاولة مساعدة سوريا للخروج من أزمتها، محاولة أن تعود سوريا للعب دور فاعل في النظام العربي. منذ عامين وحتى قبل ترتيبات عقد القمة العربية في نوفمبر الماضي
الماضي في الجزائر في إطار لم الشمل، تم طرح يعني عودة النظام السوري أو الدولة السورية إلى جامعة الدول العربية، ولكن في النهاية منعا للمشاكل والخلافات تم رفع هذا الطلب من على جدول أعمال الجامعة، وكان الأمر أنهم يعني ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الانتظار للوصول إلى توافق تام من كافة الأطراف العربية وأطراف يعني نافذة في الخليج العربي كالمملكة العربية السعودية والجزائر والمغرب وعدد كبير من الدول. نعم. إلا أن هناك فعلا دور حقيقي وجهود تبذل تقودها الإمارات بالنظر إلى علاقاتها الجيدة مع كافة الدول العربية، وتساندها في هذا الأمر بشدة الدولة المصرية والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة ملفات السياسة الخارجية. نعم. لمحاولة عودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية. شكرا جزيلا الباحث في العلاقات الدولية الدكتور إسماعيل تركي على هذه المداخلة، كنت معنا مباشرة من القاهرة.